كفاية يا عم كفاية ارحمني. في ايه؟ والله وقعت يا صرصار اتشاهد على روحك يا بيه يا بيه والنبي حرام عليك. انت بتكرهوني ليه فاهمني؟ ايه اللي بتكرهوني ليه؟ معروفة يعني. مش معروفة والله ما عادش عارف. لا 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 انا عارف عشان اسباب كتير. ايوه قول لي سبب واحد. عشان انتوا عشان انتوا معفنين. معفنين؟ ده انت لابس ترنجي من تاني اعدادي بتقول عليا معفن. بصراحة هو من تالتة اعدادي. وبعدين انت بتقارن نفسك بيا يا صرصار. انت كده بتشتمني يعني؟ بلا صرصار فعلا. شتيمة عشان انتوا كائنات حقيرة. الحقير يا بيه هو اللي بيسرق او بيختلس او بياكل حق اخواته في الورث. انا ما اكلتش حق حد. انت هتقول لي انا بس اقنعت بابا ان هو يكتب لي كل حاجه باسمي وهو مش في وعي؟ دي سرقه. وايه تاني يا معفن؟ احيانا بسرق مناديل الشغل، كوبايات البلاستيك بتاعه الشغل، كوستاز بتاعه الشغل، وبروح الشغل من غير ما اعمل اي شغل. امال لما تروح البيت بتقول لهم ايه؟ بروح البيت اقول لهم اني تعبان من الشغل. انا حقير انا حقير انا حقير. بس اعمل ايه؟ ما كل الناس بتدوس عليا وبتهزقني. يا سلام. ابويا وامي ومراتي ومديري واي كلب في الشارع. الحاجه الوحيده اللي بقدر اعملها وبتحسسني ان عندي قوه وشخصيه هي لما قتلك انت. ها يا حسام، بعد كل اللي حكيته ده تفتكر مين فينا يستاهل يعيش بجد؟ انا ولا انت؟ انا طبعا. اتشاهد على روحك يا صرصار الكلب. ولا انت بتضحك ليه؟ ولا انت بتطير يا اسطى؟ لا يا اسطى والنبي لا، انت طالع مستبيح عليا. لا أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. من بين ملايين أنواع الحشرات، لو سألت معظم الناس عن إيه أكتر حشرة بيخافوا منها هيفكروا في الصرصار، لأن الصرصار مش مجرد حشرة من مصليات الأرجل، الصرصار بوابة نفسية لتجارب مؤلمة. تقوم بالليل تشرب تلاقيه في وشك داخل الحمام يظهر لك من حيث لا تحتسب، تخاف تشوفه وتترعب لو غاب عن نظرك، مش مهم أنت كبير ولا صغير، ولا حتى صاحب أعظم حضارات التاريخ. المصريين القدماء في كتاب الموتى أمنوا نفسهم بتعويذة، التعويذة دي بتقول ابعد عني أيها الصرصار الحقير، أنا الإله خانوم. عزيزي الآلهة المصريين عندهم مشاكل مع الصراصير، مش مهم كمان قد ايه بيتك نظيف، الصرصار دايما بيلاقي وسيله. سمعت انك وسيله يقدر يجيلك من شق 1.5 مللي او اي شبكه بتربط بين البيوت زي شبكات الصرف، او يدخل من شلف شده البقاله او عربيات الزباله. ودي بالمناسبه الطريقه اللي انتشر بيها صرصار البلاعات اللي اسمه العلمي الصرصار الامريكي، اللي رغم اسمه عزيزي موطنه الاصلي افريقيا. عادي يا عزيزي والله مش بالاسامي يعني، بس الخياط بياخد مقاساتك. اسر ياسين عمره طلب فديه. الفنان محمود البزاوي جيت تزك قبل كده؟ لا والله لا. خلاص بقى ما جاتش على الصرصار الامريكي. المهم الصرصار الامريكي ده انتشر العالم بحركه تجاريه اسمها التجاره المثلثيه. زي الجبنه يا ابو حميد، كانت السفن بتخرج من انجلترا وهي محمله بضايع اوروبيه زي الاسلحه والقماش، يروحوا بيها على الساحل الغربي في افريقيا ويتبادلوا البضايع دي بافارقه مخطوفين، فكان الصرصار يتسلل للسفن ويتكسر فيها، بعد كده السفن توصل امريكا ويتباع الافارقه المخطوفين دول مقابل بضايع امريكيه ويرجعوا بيها لانجلترا وهي شايله الصراصير. لازم يا عزيز ياخدوا صراصير عقابا على اللي بيعملوه ده. سيد دايما يا عزيز تقول لي الاستعمار بيجيب صرصار. ثانك يو ادوارد سعيد. الصراصير دي كانت بتاكل الاكل والصمغ والفلين والورق، وما كانش لسه فيه موبيلات حشريه، فكانوا بيلجأوا للدخان والميه السخنه في قتلها. حتى ان احد العلماء الانجليز اسمه هنري سميث مان معروف بدراساته عن الحشرات استغل رحله من دول عشان يجمع عينات من افريقيا وامريكا. الصراصير بتعمل ايه بقى؟ كانت العينات بتاعته يروي الدراسات عشانها كده الدراسات. باستثناء المواطن البارده انتشرت الصراصير بانواعها. الصرصار ما يحبش البرد، الصرصار يحب الدفا. اشهرهم الصرصار الامريكي اللي بيحب البلعات، والصرصار الالماني اللي جاي من جنوب شرق اسيا، وده عزيز اللي بتشوفه غالبا في المطبخ. شفتك يا صرصار، اطلع يا الماني حبيبي ماتت قتلته. ده غير ان في 4500 نوع تاني مش بنشوفهم في بيتنا. اسمع دي يا عزيزي، مؤسسه AAFA بتقول ان 63% من البيوت فيها صرصار او جزء منه، وممكن النسبه توصل ل 98% في بعض المناطق. دي يا عزيزي مش AAFA، دي AAFA. وللاسف قدرات الصرصار بتخليه كائن لا يمكن التخلص منه، كانه مصمم للبقاء. في دراسه استمرت لست شهور اجراها علماء في جامعه بوردو، استخدموا موبيلات حشريه لقتل مجموعه من الصراصير، وجدوا خلال المده دي عدد الصراصير ثابت ما بينقصش. قالوا كده بوردو ده لان الصراصير بتطور مقاومة للمبيدات الحشرية، ومش دورة تطورية بتاخد كام سنة، لا ده الناس اللي بعدهم على طول المقاومة كانت بتزيد لست أضعاف في جيل واحد. قالوا بقى احنا نستخدم مبيدين مختلفين بحيث لو الصرصار كون مناعة لنوع من المبيدات التاني يشتغل، فالصرصار ما يلحقش يورث مقاومة لده أو لده. وكانت ايه بقى النتيجة يا عزيزي؟ ها؟
لسه عايش. عمليا الطريقه دي مش بس ما نقصتش عدد الصراصير، دي كمان زودتهم، لان يا عزيزي لو صرصار واحد نجي بيجي من نسله حوالي 400 صرصار خارق. مش بس عندهم مقاومه للمبيدات دي، كمان عندهم مقاومه ضد مبيدات ما استخدموهاش. واحد يقول لي يا ابو حميد انا اعرف مبيد الحاجه مطوراه ما يقدرش الصرصار يقف قدامه، الشبشب. فعلا يا عزيزي الشبشب وسيله فعاله، ولكن في حاله انك لمحت الصرصار ومسكت الشبشب ونزلت على الصرصار في واحد على 20 بالثانيه، دكتور ريتشارد شويت مؤلف كتاب ذا كوكو روتش بيبرز بيقول ان الصرصار لما يحس باي تغير في نسمه الهواء في وقت 5 على 100 بالثانيه بيهرب لمكان امن، مش بيستنى يشوف ايه اللي جاي عليه. وعلى عكس الاعتقاد السائد ان الصرصار حشره تقيله وكلحه، الا ان الصرصار بالنسبه لحجمه يعتبر واحد من اسرع الكائنات البريه على الكوكب. التجارب رصد الصرصار بيتحرك بسرعه اكتر من 5.5 كيلومتر في الساعه، يعني 50 ضعف طول جسمه. عزيزي دي 3 اضعاف سرعه الفهد بالنسبه لجسمه طبعا، كان انسان بيجري بسرعه 320 كيلومتر في الساعه. وحتى لو ضربته بالشبشب مين قالك ان الضربه هتقتله؟ الاكسوسكيلتون بتاع الصرصار بيخليه عزيزي يستحمل 900 وزن جسمه من غير ما يتصاب، وحتى لو اتصاب واطرافه اتقطعت يقدر يجددها من تاني. يخرب بيتك يا صرصار. ايه واحد يقول لي يا ابو حميد طب انا مش هقطع اطرافه انا هقطع راسه، اقول لك يا عزيزي حتى لو قطعت راسه الصرصار يا عزيزي يقدر يعيش من غير راسه لاسابيع. المهم يا عزيزي ده تمام يعني ممكن نتقبله. انت عارف ايه المفاجاه؟ ان راسه ممكن تفضل عايشه لساعات. يعني انت يا عزيزي ممكن تقطع راسه الجسم مكمل عادي الاسابيع وراسه لسه فيه موضوع شغلها، راسه عماله بقى تفكر في المصاريف والعيال والاولاد وجسمه يروح يخلص ورق عادي. ما احنا للاسف لو دماغنا اتقطعت هنموت، هنموت بسبب النزيف. عشان لما بيحصل نزيف ضغط الدم بيقل وما يوصلش الاكسجين والغذاء للخلايا فبنموت، غير طبعا اننا مش هنقدر ناكل او نتنفس من غير دماغنا فهنموت مخنوقين وجعانين. بس الصرصار بقى لو قطعت راسه رقبته بتتجلد فما بينزفش وبيتنفس من فتحات موجوده على طول جسمه، غير انه من ذوات الدم البارد فبيحتاج اكل اقل بكتير. الحشره عزيزي ممكن تعيش على وجبه كلتها من اسابيع. تقول لي يا ابو حميد انا ماهر في رمي الشباشب وهنزل عليه بالشبشب ففرتكه، برافو عليه. لكن لو ما شلتش جثته ونضفت مكانه هيجذب ليك صراصير وحشرات اكتر، لان الصرصار لما بيموت بتخرج منه ريحه بيسميها علماء الحشرات الستنش اوف ديث، دي ريحه حمض دهني الاوليك اسيد، معناها ان الحشره البقاء لله وبقت اكل. في عدد التجارب العلماء رشوا حمض الاوليك على مجموعه من النمل الصاحي، وزي عزيزي ما توقعوا النمل الثاني كلهم، فكان قدر الصرصار انه يعيش اكتر من كل الكائنات، موجود من 300 مليون سنه قبل الميلاد. عزيزي الصرصار أقدم من الديناصورات ب 70 مليون سنة وكمان مكمل. في مقال اتنشر في نيويورك تايمز سنة 1968 بيقول لو قامت حرب نووية بين الدول مش هينتصر الأمريكان ولا الروس ولا الصين، المنتصر هيكون الصرصار. خلي عزيز الصرصار هو اللي يكتب التاريخ، ومش هتبقى الجمله التاريخ يكتبه المنتصر، تبقى الجمله التاريخ يكتبه الصرصار. في الكرتون الاوسكاري وولي اللي بيصور كوكب الارض في المستقبل وهو خالي من الحياه، كان البطل وولي عنده صاحب واحد الوحيد اللي نجا بعد انقراض الانواع، صرصار. الادله على الراي ده ان الصراصير يا عزيزي نجت من هيروشيما وناجازاكي، لان الانسان ممكن يموت من جرعه اشعاع تساوي 1000 راد، الصرصار يا عزيزي يقدر يستحمل 10 اضعاف الجرعه دي. تخيل 10 اضعاف. الله عليك يا صرصار. في دراسه نشرت في مجله البريتش جورنال اوف سايكولوجي عن اكثر الكائنات اللي بتثير فينا الخوف والقرف، كان في حيوانات مخيفه اكتر ما هي مقرفه زي الافاعي مثلا، وحيوانات مقرفه اكتر ما هي مرعبه زي الدود. الصرصار يا عزيزي ما شاء الله تبارك الله كان بيجمع بين الخوف والقرف، بيخوفنا كونه حشره ضخمه على عكس معظم الحشرات اللي طولها بالمليمتر، اما الصرصار يا عزيزي تقدر تشوف ملامحه، عينين فيهم اكتر من 2000 عدسه، بيقدر يشوف اكتر من حاجه في نفس الوقت، والانتنه بتاعته اللي بنقول عليها شنبات بيستخدمها للشم وتقدير المسافات، وست رجول شديدي الحساسيه لللمس، وعنده يقدر يحركه من جنب لجنب، بيكمل على قناه هضميه شبه جهازك الهضم، مريء ومعده وامعاء، وعنده عضو اضافي اسمه سيرسي اللي بيديله افضليه على المفترسين اللي زينا ويخليه يحس باي تغير في حركه الهواء. اما اللي بيخلينا نقرف من الصرصار بيفسره الدكتور جيف لوكود استاذ العلوم الطبيعيه في كتابه The Infested Mind Why Humans Fear Loathe and Love انسكتس، بيقول ان احنا بنقرف من الصرصار بسبب مظهره الدهني، تحس يا عزيز انه بيلمع كده، بالاضافه طبعا انه رمرام بيتلمع الزباله وبواقي الاكل، ولو جربت يا عزيز تدوس عليه وتفحصه بتطلع منه ريحه وحشه شبه ريحه البول، وبيطلع منه سائل ابيض. بجد يا عزيزي بيصعب عليا فعلا لما بنقول الحاجات دي كلها، يعني اتمنى ان احنا نقدر نعمل علاقه جيده مع الصراصير في يوم من الايام وما يبقاش بنقتلهم بالشكل ده. يلا ما علينا، كل دي يا عزيزي اشارات على القذاره، والقذاره معناها احتماليه عدوى، فبنقرف عشان نبعد عن مصدر العدوى. دكتور جيف بيقول ان كل دي صفات في الصرصار خلينا نقرف، ولكن إنها مش السبب الحقيقي، لأن نظرتنا للحشرات مبنية على التربية والثقافة مش بالطبيعة والفطرة. الطفل بيتولد ما عندوش مشكلة إنه يقرب للحشرات، لكن بيتعلم إن الحشرات كائنات بتداس مش أكتر. إحنا فعلا مهيئين نبعد عن أي حاجة دهنية أو لزجة لأنها ممكن تنقل العدوى، لكن المظهر الدهني للصرصار هو بسبب طبقة من الشمع بيفرزها عشان يحتفظ بالمية جوه جسمه فما تتبخرش، والريحة السيئة نتيجة إنه بيخزن اليوريك أسيد اللي هو مكون رئيسي في بول الإنسان. حتى السائل الأبيض يا عزيزي اللي بيطلع منه ده ما تقلقش منه خالص، ده دم الصرصار. عارف ليه يا عزيزي؟ عشان أبيض من
الجمجمه. تلاقي عزيزي في البلعات سالك. احنا لون دمنا احمر مش عشان اهلاويه وكده، ولكن ده عشان لون الهيموجلوبين اللي شايل الاكسجين. الصوصار يا عزيزي ما عندوش هيموجلوبين، مش بيحتاجه، عشان كده دمه ابيض. كل دي يا عزيزي فيسيولوجيه جسم الصوصار، ما لناش حق نزعل منها، بس نزعل من مشوا البطال، من سلوكه، سلوكه المرتبط بالقذارة والفضاوات. لو في صوصار يا عزيزي بيتفرج عليا دلوقتي يقول لي كده يا احمد انت جايبني هنا تهزقني ولا ايه؟ ايه ده انت بتشوف الحلقات بجد؟ انت بتبص على المصادر. الناس كلها تنام، هو بقى يصحى يدور على كيفه، يشوف الاكل اللي في الزباله والفضلات. هي دي بقى ساعه الذروه بتاعه الصراصير. طب بقى اليوم بقى بيعمل ايه؟ بيلعب كارديو عادي. انا عايز اقول لك عزيزي معلومه غريبه جدا، في دراسه امريكيه لقوا ان الصرصار لو مش بيدور على اكل او شريك للزواج عارف بيعمل ايه؟ بينظف نفسه. بجد يا عزيزي الصرصار عنده روتين نظافه صارم، ولا مونيكا جيلر بتاعت فريندز في عزها. بيقوم يا عزيزي يمشي الرجول والانتنة جوه بقه بنفس طريقه القطه. فكره عزيزي ان هو بيمشيها اكتر. الدراسه يا عزيزي وصفت الصرصار انه مهووس نظافه، ومع ذلك المعفن بيقعد في البلاعه. عشان هذا الكلام يا عزيزي يعيش لازم جسمه يخلو من القذاره. لو مطبخك مش نظيف ودخل الصرصار بينظف نفسه بعد ما يمشي، في نص الاكل بيوقف عشان ينظف نفسه. بس كده الصراصير بتجري تنظف نفسها لو لمسها انسان. لا شيء عزيزي انت كل مره بتلمس حاجه بتسيب عليها طبقه دهنية من جلدك، لو لمست صرصار هتسيب عليه نفس الطبقه الدهنيه. فهو الصرصار بينظف نفسه لان ده جسم غريب. لو عملنا زوم ان وقارنا كميه الاوساخ اللي موجوده على جسم الصرصار وعلى جسم الانسان، نقدر نقول لا مؤاخذه يعني الصرصار يا عزيزي انظف. بجد يا ابو حميد؟ اه دي اللي الدراسات بتقول مش انا، ان الصرصار انظف منك. مش قصدي عزيزي انت، سوري، ده اقصد منك كانسان. الانسان بيستحمى في المتوسط مره في اليوم، ما كانش اقل يعني، بنورش على النت بس. لكن الصرصار بيحمي نفسه مرات لا تحصى. ولكن لان الصراصير ما تقدرش تزيل المبيدات من على جسمها، ما عندهاش مضاد حيوي يقتل البكتيريا اللي بتنتقل ليها من الزباله، فممكن تشيل بكتيريات بتسبب مشاكل معويه زي السالمونيلا والاستاف والستريب. غير ان بعض الناس عندها حساسيه من بروتين موجود في جسم الصرصار، فهي لسه مشكله صحيه برضه. بس لو قارنا رد فعلنا تجاه الصراصير وحجم الخطر اللي بتمثله مع حشره مثلا زي الناموسه وحجم الخطر اللي بيجي من وراها، هيبان هنا التاثير الثقافي. الصراصير يا عزيزي على الاقل لحد دلوقتي ما سببوش اي وباء، في حين ان الناموسه بتقتل مليون بني ادم كل سنه. بس انت بقى لما بتشوف صرصار بتخاف وتصوت وتخض الصرصار، بس لما تشوف ناموسه اخرك بتعمل ايه؟ بتقول لها يا ناموسه يا جاموسه ما تقرصنيش. اسمعني يا عزيزي اني اقول لك ان خوفك من الصراصير مش منطقي، او على الاقل ملوش اساس غريزي او حتى فائده تطوريه. باحثين في جامعة جيمس الأسبانية استضافوا 6 متطوعين عندهم ما يسمى بالكاتساريدا فوبيا، فوبيا الصراصير. واحدة منهم عرضت شقتها للبيع لما دخلها صرصار، واحدة بطلت تزور جدتها عشان خايفة تلاقي صرصار هناك، والباقيين بينهاروا لما يشوفوا صراصير. قالوا لهم هتدخلوا أوضة جواها صرصار محبوس جوه علبة، فكلهم رفضوا تماما. وهنا العلماء استخدموا الأوجمنتد رياليتي، الواقع المعزز، نظارة بيلبسوها يشوفوا الواقع عادي، بس ممكن يحطوا أشياء وهمية، وبقوا يمشوا صرصار وهمي على إيد المتطوعين. والباحثين هنا لاحظوا مع الوقت إن مستوى القلق عند المتطوعين بدأ يقل، وبعد مدة من العلاج وافقوا يدخلوا الأوضة وكمان يحطوا صباعهم جوه العلبة اللي فيها الصرصار. دكتور كريستينا بوتيلا اللي أدارت هذه الدراسة بتقول إن مخهم الخايف من الصرصار خلاهم يفتكروا إن الصرصار كائن خطير جدا جدا، لكن لما تعرضوا للصرصار لو مش مؤذي، لأن هزيمة الفوبيا بتحصل بالتعود على مصدرها، سواء بنخاف من الصراصير أو المرتفعات أو الزحمة، بس لما تعرض الإنسان مرة والتانية والعشرة المؤثر بتخليه يتعود عليه ويمل منه، وبكده يهزم الخوف. في 2003 طرحت منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة فكرة غريبة. إيه الفكرة دي يا أبو حميد؟ قالوا إن على 2050 إن شاء الله البشر عددهم هيوصل لـ 9 مليار إنسان، والزيادة دي يعني عاوزين أكل أكتر، يعني إنتاج أكتر، يعني ضغط على البيئة، ومش بس خرم الأوزون اللي هيزعل، ده المية هتقل والغابات ومزارع السمك والأراضي الزراعية هترهق، الأنواع هتنقرض. يا نهار أبيض يا أبو حميد، وداروين يعمل إيه؟ وشوية مش هنلاقي غيرنا على الكوكب إحنا والفراخ والبقر، بحياتنا عزيزي بيف أور تشيكن، فلازم ندخل إنبوت جديد أو نغير الخطة وننقرض بقى، خصوصًا إن أنت عندك بالفعل 10% من البشر، يعني حوالي 800 مليون إنسان بيعانوا من مشاكل نقص الغذاء، بياخدوا سعرات حرارية أقل من اللي هم محتاجينها، وبيموتوا من الجوع. طب هو العالم عنده مشكلة في نقص السعرات؟ إن كان على السعرات فخير ربنا كتير، لكن تقريبًا 80% من السعرات اللي بنتجها بنفقدها، كل ده عشان نلاقي عنصر مهم اللي هو البروتين. البقرة بتاكل حوالي 25 كيلو أكل عشان تديك كيلو لحمة، في حين كمية الأكل دي ممكن تنتج لك 12 كيلو بروتين بس من مصدر تاني. ما تقولش يا أبو حميد، هو أبو شنب أو النبي هو. الأمم المتحدة شايفين إننا في المستقبل محتاجين ندخل الحشرات ومنها الصراصير لسلسلة أكلنا، نديها واحدة هتكون المطاطا وندب ايدينا في الصراصير، ولو ما حصلش كده يا عزيزي هتتفاقم أزمة الغذاء. ودي يا عزيزي مش فكرة جديدة، الإنسان فضل لقرون الحشرات مكون أساسي في نظامه الغذائي، خنافس وجراد وصراصير. حتى عزيزي الممارسة دي ليها اسم، الإنتموفاجي، من ساعة ما أسلفنا الصيادين عرفوا إن الصراصير مصدر للبروتين والحشرات بقت جزء ثابت من أكل الإنسان. في الحضارة اليونانية القديمة حشرة الزيز وورقات الخنافس كانت من الوجبات الفاخرة، بياكلها عيلة القوم. ما بطلناش ناكلها غير لما الإنسان استقر
البحر في حوض دجله والفرات في منطقه الهلال الخصيب الفيرتايل كريسن، والانسان لقى نفسه في الزراعه وتربيه الحيوانات وعرف طعم اللحمه خلاص، فبدا يتغرى على الحشرات ويشوفها قال ايه قفت بتبوظ المحاسيب يخرب. عموما يا عزيزي قفت حضارتنا النسيان، واللي زود كمان نفورنا من الحشرات ان المجتمع الغربي كان بيشوف في الحشرات دي مجرد كائنات موجوده تورس وتزن وتقف على اكل تبوظه. بس منظمه الغذاء والزراعه بتقول على موقعها ان الثقافه الغربيه اشمئزت من الحشرات عشان بس جواها بارد والحشرات اللي تصلح فيها الاكل قليل، فبقى منخفهم من اكل الحشرات انها ممارسه بدائيه وهمجيه، في حين ان 2 مليار انسان بيتغذوا على 2000 نوع من الحشرات خصوصا في المناطق الاستوائيه لانها مقبوله في ثقافتهم. دول زي كمبوديا بيصطادوا العناكب الذئبيه ويقلوها ويبيعوها في سوبر ماركت. مش عارف عزيزي حاسك قرفان. جنوب افريقيا بقى بيطبخوا دوده المابون الملزلزه دي مع الصلصه، ولو عرفان يا عزيزي موضوع الصلصه ده فهم ساعات بيجففوها وياكلوها مالحه زي الفستق وكده. في المكسيك عندهم وجبه الخنافس المفهومه، وقبل ما تعرف يعني هم بيحطوا عليها توم وليمون. كل ده يا عزيزي موجود في بلاد بالفعل وطبيعي، ولكن بسبب الايك فاكتور عامل اليع اللي شجعوا نمط الحياه الغربيه خلى الدول الناميه تهمل فكره اقتصاديه ممتازه ان هم يستثمروا في الحشرات كمصدر الاكل ويصدروها لبره. تخيل يا عزيزي بقى في صيادين صراصير واقفين بقى عند البلاعه كده، في بقى تصريح بقى ان انت تصطاد عند البلاعه وكده، وده صرصار نادر معلش واحد يصطاده. تربيه الحشرات يا عزيزي قادره انها تحسن الاقتصاد في بعض البلاد الناميه، خصوصا ان جواها يسمح بتربيه الحشرات زي الصراصير وارخص 100 مره من تربيه البقر. ممكن تربى في مزارع او في البيت. الحشرات بتحتاج من 5 ل 15 متر مربع وبس. عد البروتين يابا وهات البيج رامي. كمان معدل انتاج الصرصار اعلى واسرع. الصراصير الصغيره اللي بيقولوا عليهم الحوريات او الحوريات، الصراصير دي بتاخد شهرين بكتير عشان يبداوا يخلفوا لك حوالي 300 انتاج. البقره بقى بتبلغ بعد سنتين زائد فتره حمل 9 شهور عشان تجيب لك فرد واحد. البقر اكبر مسبب لغاز الميثان احد غازات الاحتباس الحراري. الصراصير بينتجوا غازات اقل 100 مره من البقر والدواجن. البقر اللي بجانب العلف بتاعه بيستهلك تقريبا 15000 لتر ميه عشان ينتج كيلو بروتين. الصراصير بتتغذى على المخلفات العضويه زي قش الفاكهه والخضار اللي بينتهي بيهم الحال مرميين وبيعملوا ريحه. في مدينه جينان الصينيه كل يوم في 50 طن من بواقي الاكل بوزن 7 افيال كبيره بتدخل في انابيب عشان تغذي حوالي مليار صرصار مستنيين الاكل. دول مش بس بيخلصوهم من بواقي الاكل، ده كمان عشان الطلب على الصراصير المقليه. مزرعه ثانيه اكبر مصممه بقى لاغراض طبيه فيها 6 مليار صرصار، وعشان ما يهربوش احاطوا المزرعه بخندق مليان سمك في ميه عشان لو الصراصير هربت ما يحصلش كارثه. الصراصير هتقع في الميه والسمك تاكل. السمك مش هيقول لك بقى يا صرصار يا ناكل بروتين يا عزيز نظريه من دقن وفتله. المزرعه دي بتستخدم الصراصير في مستخلص لعلاج مشاكل المعده، وبيستخدم المستخلص ده 4000 مستشفى في الصين لحوالي 40 مليون مريض. في الوقت اللي احنا بنشوف فيه الصراصير كافه، الصين بيشوفوها بقيمتها البيئيه والاقتصاديه. بس يا ابو حميد الصراصير اللي هتدخلها في بطني دي تبارك عزيز، لو قلت لك ان هي غالبا دخلت بطنك وانت دنو. في بقى بعض الناس عندها حساسيه للشوكولاته وبنفترض ان الكاكاو الخام هو السبب، لكن الحقيقه عزيزي انها حساسيه لجزء من الصراصير. الصراصير اللي بتعيش في حموم الكاكاو وتقريبا مستحيل ازالتها كلها قبل طحن الكاكاو. عزيزي المشاهد، إدارة الغذاء والدواء الـ FDA بتنص في لوائحها الرسمية إن الشوكولاتة ما ينفعش تحتوي أكتر من 60 قطعة من حشرة لكل 100 جرام. مش بس الشوكولاتة، ده منتجات كتير متوافق عليها بنسبة 100% من الـ FDA. المنظمة بتعتبر إن استهلاك الحشرات جزء طبيعي جدا من استهلاك الغذاء لأنها في كل مكان ويستحيل التخلص منها في كل مراحل التصنيع. دي كمان غنية بالبروتين والفيتامينز والأحماض الأمينية عالية الجودة، وعناصر زي الحديد موجودة في حشرات أكتر من لحم البقر، خصوصا إن 30% من العالم عنده نقص حديد. يا أهلا بالصراصير. مشكلة الخوف يا عزيزي انه بيشل العقل. الخوف يا عزيزي لا يمنع الموت، الخوف يمنع الحياة. وتعليم الخوف من اشياء طبيعية، اشياء في ايدينا اننا نتحكم فيها، بيربي اجيال. الان الصرصار بيأذينا نفسيا اكتر ما بيضر صحتنا، ويمكن قدرته العالية على البقاء دي بدل ما هي كابوس تكون فرصة تخلينا في المستقبل نستغله لمصلحتنا ونتحكم فيه بدل ما نقرف منه. جمبري يا عزيزي الغالي ده، الباتر فلاي شريمب اللي بتدفع فيه دم قلبك، في وقت ما في التاريخ كان شيء مقرف، شكله كأنه حشرة عملاقة شبه الصرصار. دلوقتي يا عزيزي انت ما شاء الله بتشم ريحة الطاجن من على بعد. كمان تربية الجمبري ساعد اقتصاد دول زي تايلاند والهند والاكوادور. في المستقبل جايز نشوف الصد ده اللي بينتعش من تربيه الصراصير كمصدر للبروتين. ويقال يا عزيزي كمان يعني انا ما اعرفش ان الصراصير المقليه طعمها زي الفشار، فممكن يا عزيزي تبقى سناكس لطيفه وانت بتتفرج على الحلقات اللي فاتت، الحلقات اللي جايه زي اللي بص على المصادر. لو احنا على اليوتيوب نضرب الصرصار. لا يا عزيزي بهزر. عارف يا عزيزي ليه الصرصار شاطر؟ عشان بيجيب حشره من حشره. عزيزي هعمل تحدي في هذا الفيديو، لو هذا الفيديو يا عزيزي وصل ل 200,000 لايك على اليوتيوب سوف اكل صرصار وقد اعذر من صرصر. لا بكلم بجد يا عزيزي.